السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. مشاهدينا الكرام، عادة نبدأ بالمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن قبل قليل نشر الصحفي علي فاضل في موقع تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي التسريب الرابع لنور المالكي زعيم حزب الدعوة ائتلاف دولة القانون، وهو يتحدث أو يكمل الحديث بخصوص الوضع في العراق. هاجم في التسجيلات السابقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هاجم هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، هاجم الأطراف الكردية وسنة العملية السياسية، تحدث بلغة طائفية صوب المكون السني، وهاجم أشخاص وجهات كثيرة مختلفة في العراق. نشر الآن علي فاضل تسريبا رابعا لنور المالكي، فيه إشارات وتهديد واضح ومباشر بإشعال العراق وإحراقه عن طريق الميليشيات. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى هذا التسريب الرابع، إلى هذا الحديث الخطير من نور المالكي، وأيضا فيه تهديدات، فيه اتهامات مباشرة، فيه حتى تحدث على الحشد وقال أمة الجبناء. لنستمع إلى حديثه. تمام، جاهزين إن شاء الله. تعالى المرحلة القادمة كتبها إن شاء الله، ولحد أنا استعنته دعانا مصطفى الكاظم من طلعت قلت له اسمع المرحلة القادمة كتبها، وكل يدافع عن نفسه بعد شيء بي، وأنا أدافع عن نفسي وأنا حاشد يا جماعة ترى القضية قضية كتبها مقتدى صدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي زين، الجيش والشرطة لا اعتماد عليه ما راح يسوون أي شيء، نحتاج إلى سلاح. يقول ساعدني ألبس وقال حجي إحنا جيش بشرطة، قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفس النفس. عافية. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد استهدف أنا، لأن أنا بهدلت أحواله. والعراق والتشيع ما أخلي يبيد مقتدى الصدر. إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب. الآن أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية والله أهجم على النجف. تمام، لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد عنده ثلاث خسارات سيئة، يريد دم يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس فرهد البلد كله، ويريد يصير أنا ربكم الأعلى. أنا الإمام المهدي جماعة يقولوا لي ما جاء يقولوا لي فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، أنا جاي أشتغل عليها وإحنا خدمت الناس هم حسوا وعرفوا ويسألوني، بس أول عشير جاي من الصبح أول عشير ابن مالك راح يسوون مؤتمر إن شاء الله نعم بالبغداد وبالبصرة ويعلمون اللي من إيده ويتحرش بالفلان إحنا نعرف شو نسوي، هذا مقتدى الصدر ما له غيره، هذا بس الخشاب ولذلك أنا أتمنى أثر على أمة الأحياء أن يكونوا مستعدين. استعد. القضية مو إعلان، القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير بطارة. إحنا نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لها بطارة رسمية. هو هذا الموضوع. إذا ما نطلع رواتب وغيرها بس بطارة رسمية تكون أسئلة. اسم الحشد وأنا يائس من الحشد لأنه أمة الجبناء الآن سألوها. ما في نقش. ولكن لازم نفكر إلها في غطاء وغطاء آخر لحركة العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا إذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. إذا أسقطنا مشروع هون نجا العراق، وإذا ما أسقطنا العراق نكل في الدائرة الحمراء كلها دمهم. أنا اللي أقول هذا أنه أنتم تستعدون موت. مشاهدينا الكرام، استمعتم إلى هذا الحديث، تهديدات واضحة صريحة مباشرة بإحراق العراق، بجره إلى الفوضى، بتهيئة ميليشيات وتسليحها وتوفير غطاء قانوني لها لإحراق العراق. بغض النظر من هي الأطراف التي تتصارع، أنتم تعلمون جيدا أن النتيجة دائما نتيجة الصراعات بين الأحزاب والميليشيات يكون الضحية هو الشعب العراقي.
لم يكن هناك ضحايا من الميليشيات ولم يكن هناك في السابق اقتتال فيما بينهم مهما اختلفوا. يكون دائما تكون الضحية هي الشعب العراقي، يكون النتيجة النهائية لهذا الصراع هو تفجيرات، قتل للأبرياء، جثث تملأ الشوارع، دماء تسيل في كل مكان لأناس أبرياء. المالكي يريد إشعال العراق. المالكي بتهديد صريح ومباشر يتحدث عن اللجوء والتوجه إلى خيار السلاح. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم للمشاركة وإبداء آراءكم من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب لترسلوا لنا رسائل مكتوبة. ما رأيكم بما استمعتم بشأن حديث المالكي والتسريب الرابع له من سلسلة التسريبات اللي ينشرها الصحفي علي فاضل في مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو رأيكم بهذا الحديث؟ وهل تعتقدون بأنه ممكن يكون هناك صراع مسلح ما بين المالكي والصدر أو ما بين هذه الأحزاب فيما بينها؟ تعليقاتكم، رأيكم بشأن ما استمعتم إليه. نبدأ ويا السيد أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر. أستاذك أستاذ، حياك الله أستاذ. هي أمريكا وإيران متفقين على هذا الحال، على قتال الشيعة فيما بينهم في سبيل إنهاء كل الحالة الوطنية اللي موجودة عند الشعب العراقي وضعافه وسرقة أمواله. ما يهمهم ينقتل ألف ألفين من هذا من هذاك في سبيل يمشون موضوعهم اللي موجود هو التطبيع فقط. يعني مقتدى صدر من خرج من العملية السياسية وسحب أعضاء البرلمان ما خرج اعتباطا، يعني هذا كلها أوامر وبفلوس. يعني إيش قد يطلع مثل 4 جنيهات فد كم مليار طلع من العملية السياسية وبعدين يقشمر على جمهوره ويقولهم على أساس كذا وكذا وكذا. هي كلها ماكوية، كلها اتفاقات لسرقة خزائن العراق. رأيك بالتصريح أو رأيك بالتسريب اللي استمعت إليه قبل قليل لنور المالكي؟ طبعا هم يأججون الموقف، هو يسرب هاي المعلومات حتى كل ما يهدون الموضع هو يسرب هاي التغريدة في سبيل الشعب العراقي يكون ضحية لهذا الموضوع. سيد أبو أيسر، المالكي يتحدث بخطاباته العلنية أمام وسائل الإعلام في القنوات الفضائية عن الجيش الباسل، الشرطة البطلة، القوات المسلحة البطلة، وهسه يقول دولة ما اعترف بهم، ما اعترف لا بالجيش ولا بالشرطة. برأيك أيهما أصدق، تصريح المالكي في العلن أم هذا التسريب؟ لا هو يعني ما أدري شو أقول لك والله يا أستاذ، ما أدري. باعتقادك أنت، هل هناك احترام للأجهزة الأمنية من قبل المالكي ومن قبل الأحزاب الموجودة؟ هم احترموا الشعب حتى يحترموا الأجهزة، والأجهزة من مشكلة كلها من الشعب ضد الخايبة هذول. هم هذول حتى لو يجحمون الوطن ما يخلوهم. هم يريدونها نار مشتالة بالعراق وثمنها الشعب العراقي مع الأسف. يعني طيب أنا أشكر حضرتك سيد أبو أيسر من تركيا. عندنا اتصال من أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا شوية اعطيني مجال أتكلم وأني مسؤول على نفسي، يعني ما حد مسؤول علي والقناة ما مسؤولة على هذا كل الكلام. تمام، بس أريد صوتك يعلى، أريد صوت السيد أبو علي أعلى بالاستوديو لو سمحت، ما أسمعه. جاي تسمعني؟ أي تفضل أستاذ محمد. تفضل أبو علي. حكي الآن مسؤول أنا على نفسي، القناة ما مسؤولة على كل الكلام مالتي. نعم. الله يرحمه صدام حسين البطل من كان يحارب ويعني ويلاحق حزب دعوة ومجلس الأعلى وفيلق غدر بالثمانينات، كان يعرفهم شنو من مجرمين وشنو من عملاء خون. زين. طيب. بالنسبة للمالكي، يعني أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أتمنى يصير قتال بين كل الفصائل، المالكي وهاي الميليشيات.
استاذ محمد، اذا ذولا اذا مو واحد يخلص الاخذ بيناتهم ما يخلصون، ما يخلصون. هي تاريخ العصابات معروفه، العراق جاي حكموا عصابات، تاريخ العصابات معروفه. اخر شيء الحلقه الاخيره واحد يخلص الاخ. سؤال ابو علي، ابو علي سؤال لو سمحت. المالكي من ضمن رؤساء الوزراء اللي تحدثوا عن السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدوله، هسه في هذا الحديث في هذا التسريب هو يفند هاي الدعوات وهذه الوعود وينفيها بحديثه ويقول بانه انا ما اعترف لا بالجيش ولا بالشرطه، انا مجهز 10 الى 15 تجمع حسلحهم ووفر لهم الغطاء القانوني حتى ننتقل الى المرحله القادمه وهي مرحله القتال. هذا حديث واحد ما يريد يحصر السلاح بيد الدوله. شلون راح ينحصر السلاح اذا هو خطاباتهم، واحنا نتكلم بالعموم، خطابات الاحزاب عباره عن خطابات تريد ان تشعل العراق، توجهات بتسليح الميليشيات، لا يوجد اعتراف بالقانون ولا يوجد اعتراف بالاجهزه الامنيه. يا اخوان، يا استاذ محمد، يا اخي، ماكو اجهزه امنيه، ماكو دوله، هي ماكو دوله، هي عباره عن عصابات ميليشيات، 90 ميليشيا ارهابيه بما فيها ميليشيا نور المالكي. واحد يقاتل الله اخي، ماكو دوله. وبعدين اذا اكو ضباط شرفاء، ها ليش ما يسوون شو اسمه انقلاب عسكري؟ ليش ما يسوون انقلاب عسكري اخي؟ بس ماكو، هي كل الضباط، كل الميليشيات اخي، هاي العراق عباره عن ميليشيات كلها جاي تحركها ايران. ماكو دوله عمي، ماكو لا جيش عراقي ولا هاي ميليشيات، ها جاي تحركها ايران. ما على الشعب العراقي ان يثور، عمي ثور، ادخل الى الخضاء وسحلوهم بالشوارع، شوفوا الشعب السريلانكي استوى، قوموا عمي قوموا، والله ما يطلعون عمي، والله ما يطلعون، اذا ما تقومون ما يطلعون. ذولا ميليشيات ارهابيين، دواعش، لصوص، حراميه، عملاء، خونه. شكرا ابو علي من لندن. ويانا ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. تحياتي لك استاذ محمد ولقناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله. استاذ محمد، احنا بالعراق نعرف الاوضاع اللي قاعد تصير بسبب الاحزاب والسلطات اللي حكمت العراق، خاصه من بعد الانتخابات اللي صارت بشهر العاشر لحد الان، اللي ما شكل بها رئيس وزراء عراقي. الشعب العراقي ممكن ان يريده او راح يستقبله او راح يصوتوا له، فالشعب العراقي كلهم رافضين هاي الحكومات المتعاقبه بحكمه العراقيين طيله من 2003 ولحد الان. اما تنصيب الوزراء اللي رادوه ان نور المالكي اللي راد ينصبونه، وهاي اشياء مخفيه تحت الطاوله للاجتماعات اللي كانت تصير بين هاد العامري او قيس الغزالي او في النجف مع مقتدى الصدر، كل هذه الاجتماعات اللي كانوا يجتمعوها ما قادرين يوصلون الى حل. كل التيارات وكل الاحزاب اللي متواصله ما قدر تشكل رئيس وزراء لانه الشعب العراقي رافضهم، بس حاولوا انه يريدوا ان ينصبون المالكي، والمالكي ما صار. فبنشوف هاي اريد تعليق، اريد ماشي ابو عمر، اريد تعليق منك. سمعت التسجيل اللي عرضناه، التسريب الصوتي لنور المالكي، التسريب الرابع؟ نعم نعم. يحكي ويقول بانه المرحله القادمه مرحله قتال. لعد ليش يطلعون يقولون المرحله القادمه؟ ليش طلع ويقول المرحله القادمه مرحله اعمار؟ مو طلع قبل فتره وقال المرحله القادمه مرحله اعمار، وهو في السر وفي الاجتماعات المغلقه يريد المرحله القادمه تكون مرحله قتال وفوضى. شلون راح ينبني العراق وهم كذابين بهذه الطريقه؟ يعني احنا سمعنا ونشوف هذه الاعلانات اللي موجوده بغداد ومحافظاتنا كلها، بدايه جديده، سوف التغيير قادم، كل هاي الامور الاعلانات اللي كتبوها على التلفزيون بالشوارع العامه، هذه اعلانات كلها الشعب العراقي يعرفها كذابين وناس مزيفين. اما يقول انه العراقي يتعمر، هذا استاذ مجرد اعلامات يقدموها للشعب العراقي، والشعب عرف اكاذيبهم، عرف يعني فكر اللي بداخلهم. فهاي الامور اللي ما قامت بعد ابناء الشعب ولا كل اللي قاعد يصير، يعني الشعب العراقي شاف المأساة، شاف العذاب، شاف
آلاف الويلات الظلم من عندهم. فرئيس وزراء اللي كان في وقت نور المالكي يعني أخذ الصرخ دمر العراق. فاليوم مقتدى الصدر صار خلافات وياهم مع هذه الأمور اللي قاعد نشوفها بسبب إجراءات على المناصب والكراسي اللي قاعد تصير بين مقتدى الصدر وبين نور المالكي. فالله سبحانه وتعالى راد أن يخذيهم بالدنيا والآخرة. فكل واحد من عندهم غلط وكل واحد من عندهم نقطة ضعف. فأول ما ابتدى هو المالكي والتهجم على مقتدى الصدر والحشد الشعبي والقوات الأمنية هذا بأنه إنه المالكي وكل الأحزاب اللي حكمت العراق ليس لهم ولاء وحبا للشعب العراقي. لو كانت الولاء عندهم أستاذ عمر أستاذ محمد ما كان إنه يتسرب ويتكلم هيك يعني بشيء هيك تكلم سيطرته ويعني عدم خوفه وعدم ارتباكه لأنه رجل إنسان. كل الأحزاب هم يعني عندهم نقاط ضعف وكلهم أخلاف وأخلاف. يعني التيار الصدري قبل يومين الجمعة كان استعراض عنده بأن صلاة موحدة، هاي الصلاة الموحدة والموحدة اللي أقامها ناسه وأهله من منتسبينه وأنصاره، شنو اللي صار تحققت بعد الصلاة الموحدة؟ هاي أمور كلها استفزازية لنور المالكي وبعض الأحزاب اللي قاعد بالشغل احنا بالعراق، لأنه أنا احنا قوة قوية ولدي جيش. شكرا أبو عمر، شكرا أبو عمر، كنت معنا من بغداد. ويانا أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. ألو، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التمهيد الرابع للمالكي هذا إن دل على شيء إنما يدل على الانحطاط الذي يعيشه من يدعون أنهم ساسة العراق. في أي وقت وفي أي زمان وبأي منطق رجل سياسي يدعي أنه ممثل لكتلة سيادة القانون أو ما أعرف ماذا يطالب بتكوين ميليشيات مسلحة لحماية نفسه، ليست منضوية تحت الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الاستخبارات أو أي جهة رسمية أخرى، ولكن منضوية تحت قيادته تنفذ رغباته الشخصية. الحقيقة هذه ليست توجهاتهم هم، هذه توجهات أسيادهم خلف الحدود. السياسة الإيرانية بصورة عامة تعتمد على مركز سياسة ولي الفقيه، تعتمد على مركز مستقر سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا، وأطراف أخرى هي عبارة عن مناطق حرجة critical places. هذه تستخدم لتنفيذ ولتصفية الحسابات ما بين إيران والقوى الإقليمية. شنو رأيك شنو تعليقك على الجملة اللي ذكرها المالكي إنه الحشد اليوم أمة الجبناء؟ شنو تعليقك؟ الظاهر والله أعلم أن هناك شرخ كبير في الإطار التنسيقي. الظاهر أن بعض قيادات الحشد لا تعمل بتوجيهات نور المالكي. الظاهر أن التوجيه من إيران هو التهدئة بينما المالكي. تختلف ويا على أنهم فعلا أمة الجبناء؟ أنا لا، هم أمة الجبناء أكيد، هم فقط شداء و أقوياء على العزل، على العوائل، على العزل، على، ولكن من حرر الموصل؟ هل تصدق أن الحشد حرر الموصل؟ من حرر الموصل هو التحالف الدولي. أمة الحشد أمة جبناء أمة سراق، ويشهد على ذلك. طيب هذا الكلام، هذا الكلام ليش ما نشوف رد فعل من هذه الأحزاب من كل من ذكر اسمه أو الجهة اللي ذكرت على لسان نور المالكي؟ وطبعاً إحنا نأكد مشاهدينا الكرام والسيدة أيضاً أحمد من ألمانيا أن وكالة رويترز وجهات أخرى بعد الفحص والتأكد من هذا التسجيل، من هذا التسريب، تم التأكيد أنه تسجيل وصوت المالكي فعلاً، أن هذا الحديث خرج من المالكي فعلاً، لم يكن هناك تلاعب بهذا الصوت، لم يكن هناك تلاعب بهذا التسجيل، لم يكن تحوير لصوت آخر لتشبيه الصوت بصوت المالكي وبأدائه. بعد فحصه من قبل جهات إعلامية ومؤسسات رصينة تم التأكيد أنه فعلا يعود لنور المالكي. إذن سيد أحمد، ليش لغاية الآن ما بدر أي رد فعل من جهات أو من أفراد ذكروا على لسان المالكي برأيك؟ هناك نقطتين في اعتراضك أخي الكريم. الأول أنه التسجيل صحيح، التسجيل صحيح، التسريب صحيح 100%، وأكد ذلك بعض المطلعين على خفاء الأمور من الجانب الأمريكي، مسؤولين بالجانب الأمريكي، على مسؤوليتي أنا أقولها. الشيء الآخر أخي،
اعلم علم اليقين ان العراق مختطف من قبل 900 شخصيه موجوده بالعراق، وهؤلاء هم عباره عن 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 عصابه متمكنه من مفاصل الدوله العراقيه والمجتمع العراقي مع الاسف. ولا وحتى عندما يتكلم نور المالكي على مقتدى او مقتدى يتكلم على قيس الخزعلي او قيس الخزعلي يتكلم على الولايه او الولايه على الخنجر او الخنجر على الحلبوسي، هم في الحقيقه يعلمون ان انصراف عقدهم وسقوط اي واحد منهم سيتبعه تساقط الاخر. لذلك عندما يصدر اي تعليق من اي واحد منهم هم يحاولون ان يلملموا الموضوع ويحاولون ان يصفوا الامور فيما بينهم في الغرف المغلقه واعتمادا على التوجيهات التي تاتيهم من خلف. سؤال سريع، سؤال سريع لانه انتابني الفضول حقيقه انه اساله. بعد التسجيل الاول، التسريب الاول، مقتدى الصدر خرج بتغريده وذكر بها انه بالمختصر لا نقيم له وزنا، فصار هذا هاشتاج في موقع تويتر بالاشاره الى نور المالكي انه الحديث اللي خرج من المالكي تجاه الصدر مقتدى لا يقيم له وزنا. ليش لا عاد يقيم وزن للشباب العراقيين اللي ينتقدون التيار الصدري وفساد التيار الصدري واتباعه؟ ليش يعتدى عليهم ويزينون، يتم حلاقتهم يزينوهم صفر، يضربون، تطلع مقاطع بالإكراه، تعالي يا عشيرة فلان أو عائلة فلان، تعالي أعلن البراءة من ابنكم أو جبروه أنه يطلع يعتذر. ليش هذا الكلام يقيم له وزنا مقتدى في حين أنه جمل ومصطلحات بها قذف وسب وطعن وإهانة لهذا الشخص لم يقم لها وزنا؟ توجيه للأمر، التوجيه الأول هو أن مقتدى ونور المالك هم كلاهما من حظيرة واحدة، فلا لذلك لا يعني فخار لا يكسر بعضه. نعم. هذا الأول. والثاني أنهم كلاهما جبناء وكل منتسبي الحشد الشعبي جبناء، ويظهرون قوتهم على العزل، على الناشطين، على المتظاهرين، ولكن عندما يعلمون أن لدى البعض أسلحة ولديهم بعض القوة ولديهم بعض التكتلات، من اشتروا الذمم بالمال والترغيب والترهيب، نعم، لا توجد مشاكل بينهم. أخي هؤلاء جبناء يظهرون قوتهم وسطوتهم على الضعفاء. شكرا أحمد من ألمانيا، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام بما لدينا من فقرات في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عرضنا مقطع نور المالكي كما قلنا، التسجيل الرابع المسرب لنوري المالكي، ذكر فيه اتجاهه وتحريكه لفصائل وميليشيات بالتسليح، وأيضا سيوفر لها غطاء قانوني من أجل أن يدخل العراق في مرحلة قادمة، مرحلة قتال كما وصفها. القتال بين من ومن؟ القتال مع من؟ لا يزال هذا السؤال هو قائم، ولا يزال العراقيون ينتظرون ويترقبون ما الذي يمكن أن يحدث بين هذه الميليشيات. أم لإيران الرأي الآخر والرأي الحاسم بتوفيق المتخالفين أو المختلفين فيما بينهم وإعادة هذه العملية السياسية الفاسدة بأحزابها وبشخوصها إلى السير مرة أخرى وفق المشروع الإيراني؟ هذا الموضوع حنشوفه بعدين، لكن نكمل الحلقة ونربط ما لدينا وما عرضناه قبل قليل مشاهدينا الكرام بفوضى السلاح. طبعا انتشار السلاح في العراق بشكل كبير ظاهرة من الظواهر التي برزت بعد عام 2003، لم تستطع الحكومات المتعاقبة في العراق السيطرة على السلاح المنفلت، ولا سيما لدى الفصائل المسلحة والعشائر التي أيضا لم تكتفي بالسلاح الخفيف بل تمتلك سلاح متوسط وبعضها يمتلك ثقيل. كل يوم يتجدد نزاع عشائري في عدة محافظات. المقطع اللي حنشوفه بعد شوية يوثق نزاع عشائري استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة في منطقة الحسينية ببغداد، خلينا نشوف. وين في كيس؟ في كيس وين يا ولد؟ قاعدين في كيس وين؟ طبعا المالكي يحمل شعار نعيدها دولة،
بهذه اللقطات وبهذا الوعيد الذي أطلقه قبل قليل بتسليح الميليشيات وبعدم اعترافه بالأجهزة الرسمية الأمنية يريد أن يعيدها دولة، فأي دولة يمكن أن يعيدها نور المالكي أو تعاد من قبل نور المالكي؟ خلونا نشوف مقطع آخر مشاهدينا الكرام بنفس الموضوع. أظهر مقطع مصور شقيق معاون محافظ محافظة صلاح الدين للشؤون الأمنية، يظهر في المقطع الآتي وهو يطلق الرصاص بصورة عشوائية في الهواء احتفالا باستلام أخيه المنصب، ليثير غضبا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي بسبب غياب تطبيق القانون لمن هم يقبعون في المناصب الحكومية، ويقتصر القانون على المواطن البسيط. لنشاهد. الله حي الله حي الله حي ابو هيثم الله حي الزهوان الله حي الزهوان الله حيهم الله حي الزهوان الله حيهم. ما سبب الفرحة بالمنصب؟ خلونا نشوف التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع. تعليق من رغد تقول: عامل يخرج بدراجته في هذا الحر ويعمل في توصيل الطلبات، يسجن ويزين صفر وتحجز دراجته النارية، وعندما تحتج يقولون هذا القانون والقانون يطبق على الجميع، وشخص يرقص ويرمي إطلاقات عشوائية لا يحاسب لأنه فوق القانون. رجعنا إلى زمن الجاهلية، إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. لدينا تعليق من سعد يقول: لماذا لا يحاسب هذا؟ أليس القانون فوق الجميع؟ هذا فيديو دليل تجاوز على القانون، وإلا فقط يحاسب الفقير. تعليق من أحمد يقول: طبعا منصب عبارة عن خمط وسرقة مليارات وفساد أخلاقي. ولدينا من محمد الموصلي يقول: طبعا يحتفل، سمكة الفساد أصبحت في سنارته. ناخذ ياسمين من البصرة، تفضل ياسمين. ياسمين من البصرة. كانت البصرة هي قوة، هي قوة، قوة للإعلام، للثقافة وللزراعة. ماما كنا نصدر لكل الدول الخليج. والله أنا شايف الدول سافرت وشفت، أبكي على بلدي. سيدة ياسمين، بس واحدة لو سمحتي، ابدأي نعم. ابدأي من البداية، ما فهمت شيء بصراحة. I'm sorry. أبش على بلدي. نعم. يعني شفنا وسافرنا، شفنا الدول اللي هيك وصلنا الحرب، يعني واحد يحتال عثاني، يعني أوقات أصلاً كانت الزبالة ما ترمي بالشوارع، أنت تعال شوف. يرمي الزبالة على العناد. ويعني ماكو قانون وماكو أدب، أنا لو ما مثقفة وش شايفة خير، أنا أشتغل بالصحة. طلعت. وجه. استشارات وفخة، الناس قاعد تموت بوباء من الدول. ترى انت لو تعرف هذا الوباء من جابوه، هذا معرض وهان تبقى هو هاي الدولة، دولة الجوار الرمادي بالشق وطفع السمج اللغز، لو قرايبنا مستويد وكفوا ضفوا المياه على الشط، لوثوا الشط، شركات كلها ملوثة خالص. بلد هذا الخير اللي كنا زراعة وأشجار، والله نعم كنا نصدر للخليج. ليش هيك وصلنا؟ شنو السبب؟ سبب كل ما يجي يعتمر على كرسيه. والبلد لله، بلد للوطن، حب الوطن، حب الدين. وين رأيه؟ وين هم اهل البيت؟ راحوا؟ وين هم وصلوا الاسلام الاخر بلدان العالم؟ هسه قاعد يسوون مشعوذه وميليشيات، هاي ميليشيات اتفاقيه ويا عظام العلم، قوي ما طبوا الانجليز. ها؟ راح ندمر الدم، مو بس العراق، العراق يبقى يتدمر، ينشال الجيش ويتدمر، وطريق على طريق سوريا ولبنان والاردن واليمن. ترى كل شيء والله هاي اللعبه ترى خذها، بس احنا ما نعرف، بس احنا نعرف اللعبه. سيدة ياسمين من البصرة، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. ننتقل إلى ملف آخر لدينا، وهو ملف
الجفاف التصحر والتلوث جمعناها في ملف واحد لنتحدث عن مشكلة يعاني منها المواطن العراقي. طبعا هذه المشاكل تستمر بالتفاقم، التلوث، الأنهار، البحيرات، الجفاف في العراق تأتي تزامنا مع تراجع مستوى المياه وارتفاع درجات الحرارة. خلفت هذه الأمور مشكلات صحية، روائح كريهة في كثير من المدن في العراق. هناك تحذيرات مستمرة من استمرار تصريف مياه المجاري إلى نهري دجلة والفرات، إذ أن انخفاضة منسوب النهرين جعل من كميات المياه المصرفة في مجرى النهرين كبيرة جدا إلى درجة قتل الأحياء النهرية والنباتات على حافة النهرين التي امتلأت طبعا بالمخلفات. وأيضا يقول خبراء أن رمي المخلفات الثقيلة في الأنهار ومجاري المياه العذبة أو المسطحات المائية والساحات العامة سيزيد من الأمراض الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أمراض مميتة وغير متوقعة. نأتي للمقطع الأول في هذا الملف مشاهدينا الكرام. ناشط من محافظة البصرة وثق رمي المياه الآسنة في شط الزبير بالمحافظة ويتساءل عن كيفية قدرة المدينة على استقبال الوفود خلال بطولة خليجي 25 لكرة القدم في البصرة والمدينة تعاني من كافة النواحي. لنشاهد. طبعاً واحدة من الأشياء المقززة جداً ومن المخازي الموجودة في محافظة البصرة رمي المياه الآسنة في شط الزبير. هذا الشط اللي يمكن استغلاله سياحياً وممكن تحويله كورنيش. زين. هذا الشط وين موجود وهاي وين الذب؟ شوف هاي المدينة الرياضية خلف. شوف المدينة الرياضية لما شوفها. هاي المدينة الرياضية. وهذا الفندق اللي ما أدري بيا سنة يكمل. فإخواننا الأحبة لما نتكلم ونقول استعدادات خليجي 25 هي استعدادات مزعومة وغير حقيقية، لا حد يزعل ولا حد يتهمنا بأنه إحنا مغرضين أو إحنا ضد الخليجي. لا حبيبي، احنا ما نريد نتفشل امام الناس. خلي تكون استعدادات حقيقيه. اكو عده نقاط من ضمنها هاي المجاري وهاي المدينه الرياضيه. والرائحه صراحه يعني ما اعرف انا شلون متحملها. هذا الشط ليش ما يستغل سياحيا؟ ليش ما يكون كورنيش؟ شط معدوم، شط منتهي. ليش؟ مشاريع اللي جاي تصير ليش ما بيها محطات معالجة؟ أتمنى هذا الصوت يصل إلى من يروج لمحافظ البصرة أسعد العيداني في مواقع التواصل الاجتماعي، شخصيات صحفية أو إعلامية في النطاق الرياضي. خرج بعضهم روج لأسعد العيداني وأنه رجل المرحلة والرجل الذي لديه الهمة والنشاط ولديه الرؤية المستقبلية ونتأمل فيه الخير وكذا وكذا. هناك تمجيد من قبل البعض الذي لم يرى ولم يعش في محافظة البصرة ولا يعلم حقيقة الأمور. انظروا إلى هذا المقطع واسمعوا نداءات أهالي هذه المحافظة التي تعتبر من أغنى محافظات العراق، وانظروا إلى حالها. هل هذه محافظة بيد واحد، بيد شخص أمين يريد أن ينهض بها؟ ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن المقاطع المعنية بهذا الموقف، بهذا الموضوع. نبقى في محافظة البصرة إلى قضاء شط العرب وتحديدا في منطقة الجزيرة، حيث رصد أحد المواطنين هلاك الأشجار والنباتات بسبب عدم وجود حلول سريعة لمشكلة اللسان الملحي وارتفاع نسبة الملوحة. لنشاهد. يا قضاء شط العرب، هذا الماي مالح، ماي مالح، وهذا الزرع كله مات. هاي السدر والزرع كله مات. وين سيد المحافظ؟ خلي التفت الشط العرب وشوفوا هذا الشط العرب. ليش هذا السدر والزرع كله مات؟ هاي السدر ماكو. يا سيد المحافظ، يا شيخنا، لاكو سيد الشط العرب ولاكو مشروع ما يضخ ماي حلو، وهاي السدر كلها ماتت. خلي الحكومتنا تشوف هاي السدر والزرع كله مات بسبب الماي المالح. قضاء شط العرب وخاصة الجزيرة يعني ماي الإسالة مالح، لا ينقسل بيه ولا ينسبح بيه. خلي واحد يلتفت الشط العرب ويشوف قضية شط العرب.
هذا الماي المالح رجع القضاء شط العرب، وهذا الزرع كله مات، هذا الزرع شوفوا هاي السدر كله مات هذا الزرع. نبقى مشاهدينا مع نفس الملف وننتقل إلى مقطع آخر من محافظة النجف، حيث وثق ناشط من المحافظة الأراضي الزراعية في النجف التي تعاني آلاف الدونمات منها من الإهمال الحكومي، حيث لم تستغل هذه المساحات الشاسعة للزراعة وتركت أمام الجفاف والتصحر. لنشاهد. هذا كربلاء والديوانية محافظة القادسية، آلاف الدونمات بل ملايين الدونمات في العراق بدون زراعة بدون مياه، لا بنوا سدود لا بدوا مسطحات المائية لا بدوا بحيرات. هذا نتاج حكم السفلة لمدة 18 عام. هاي كلها كانت تزرع تمن عنبر، تمن عنبر. هاي النجف أم الخير، شوفوا هاي النتيجة. مثل ما جوعت الشعب وخطفتوه وعذبتوه وقتلتوه، نهاية إن شاء الله مذلة بالدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. لنتابع سريعا مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع وهذه المقاطع. عمار يقول: أزمة المياه العراقي تهدد الزراعة بالعراق، والحكومة لحد الآن غير جدية بحل هذه الأزمة. تعليق بن ضياء يقول: هم هذا اللي يريدوه، زراعة ماكو حتى يستوردون من الخارج ويلغفون. عندنا مصطفى يقول: كارثة الكوارث، بلاد النهرين تعاني من الجفاف والتصحر. آخر تعليق بهذا الموضوع من علي يقول: لا حياة لمن تنادي، لا سدود لا زراعة لا حصة تموينية، والأحزاب الفاسدة تدخل مخدرات للعراق الجريح. ويانا عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، ممكن السؤال؟ الله يبارك فيك. عفوا ما سمعت السؤال إذا أمكن. تفضل، شنو السؤال؟ السؤال إذا تفضلت علي. أنا ما فهمت شنو السؤال، يعني طرحت ثاني سؤال حضرتك تريد تجاوبه ما سمعته؟ نعم إيه. أنا طرحت كثير من المواضيع حقيقة، في أي موضوع تحب تشارك؟ أي موضوع ب... طيب خلينا ناخذ رأيك بقضية التسريب الرابع لنور المالكي، اللي هو يعتبر حاليا اللي هو ظهر قبل شوية وذكر بنقاط مختلفة ومهمة. قال بأنه الحشد أمة الجبناء، وقال بأنه أني ما أعترف بالشرطة والجيش، وأني حاليا دا حضر 10 إلى 15 مجموعة دجهزهم بالسلاح وأريد أسوي لهم غطاء قانوني حتى ننتقل إلى المرحلة القادمة وهي مرحلة القتال. شنو رأيك بهذا الكلام؟ شوف أستاذ محمد، إذا عندنا فعلا قضاء يحترم نفسه ويحترم الشعب، هذا سوى عليه إلقاء قبر. ماكو رئيس حزب، رئيس كتلة، ما أعرف شنو، هذا يهدد الأمن والسلم المجتمعي. هذا المفروض إذا كان عندنا قضاء، وأكيد إذا كان عندنا قضاء هذا يتم عليه إلقاء القبر، لأنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي أخطر ما يكون. مثل هذا، مثل هيك إنسان يعني كان يحكم العراق مدة 8 سنوات ويدعي بأنه هو دولة قانون، ويسمي الكتلة مالت دولة القانون. أي قانون هو يمثله إذا كان يعني هذا أسلوبه وهذه تصرفاته اللي يريد يحرق المجتمع العراقي. هو هذا صحيح، هذا يعني إنسان بسيط ما يحكي هيجي. أكو احترام للحياة الناس، احترام للبلد. إذا هذا مدفوع من جهات خارجية، وصدقني حتى هذا التكريم هذا مو عبثي، هذا متفق عليه. يعني حتى الناشر لهذا التكريم هو أكو حسب تحليله هو أكو اتفاق بينه وبين المالك على نشر هذا التكريم. سيد عبد الرزاق، بعيدا عن جزئية أنه هذا الشخص اللي نشر المقطع أو اللي نشر هاي السلسلة إلى علاقة بالمالكي،
التسريب المالكي راده يطلع متعمد. احنا نتكلم عن مضمونه، ما لنا علاقه بالشكليات بهذه الجزئيه، احنا لنا علاقه بالمضمون. السؤال لما دا يقول المالكي انه المرحله القادمه مرحله قتال، القتال بين من ومن؟ هل برايك سيكون هناك قتال بين الاحزاب دون ان تتدخل ايران لايقاف هذا الصراع المحتمل؟ ممكن اي مشكله بالعراق هي المستفاد منها هي ايران. نعم. هو اللي يقصد يعني القتال بينه وبين مقتدى الصدر. هذا الصراع الشخصي اللي يعني مستمر بيناتهم راح يعكسوه على الواقع. نعم. والمفروض يعني اذا يعني المفروض يعني كان هذا الشخص ما سبحان الله يعني يتصرف ويجي يهدد المجتمع العراقي. انت عندك صراعات وعندك خلافات ويا مقتدى، شنو انت بالمجتمع انت تهدد تريد الاخضر واليابس؟ شنو ذنب الناس هاي الابرياء اللي ما لقى يعني لقمه خبز اللي تعيشهم؟ انت تريد يعني فوق تزيد الطين بله؟ هذا مو اسلوب ولا تصرف من قبل انسان يدعي بانه هو يحكم بلد. فهذه تصرفاتهم، اذا كان هذا يعني التصرف من عنده فكيف هي هذه الاحزاب استاذ محمد؟ هي هذه الاحزاب وهاي احنا ما يعني ليش الضوج ليش القور؟ هي هذه العصابات اللي صرت علينا، هذا اسلوبها وهذا منهجها وهذا تصرفها للاسف. الله يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي. شكرا جزيلا لحضرتك سيد عبد الرزاق من بابل، ويانا السيد ابو عبد الله من اربيل. تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيك وحي المشاهدين. حي الله. استاذ انا بالنسبه للموضوع مال الصلاه الموحده والصلاه هاي. طيب. هاي الصلاه ما كانت في سبيل الاصلاح او ردع الفاسدين او فساد هاي، لا. لا عد. مجرد بس كارهاب ارهاب للشعب العراقي. شلون؟ يعني مقتدى يقول شلون؟ استاذ هم ترى هم اكو مثل العاميه العراقيين كلهم يعرفونه، هم فد شغله، هم يعني شخصيه واحده. طيب. ترى هم جايين كلهم متفقين على خراب العراق واذلال الشعب العراقي. نعم. مجرد ولا مليون كلهم صلاه يعني طبعا بس نتوقف عند نقطة مليون، يعني هذا الموضوع حتى مشكوك به، لأنه الدراسات والمخططات للشارع اللي صارت به هاي الصلاة المفروض يعني بحسب الأرقام إذا كانوا متحاشكين ما يوصل عددهم أكثر من 300 ألف. بس على العموم يعني مو هاي النقطة، أنا أريد أسأل أنه أنت تقول أنه هذه الصلاة اللي دعا لها مقتدى ما كانت لغايات وطنية، كانت لغايات تهديد، انه ديريدي يوصل رساله انه ذولا اني امرتهم ينزلون للشوارع نزلوا، وذولا مستعدين يسوون كل شيء انا اريده، وهي رسائل سياسيه او رسائل اخرى توجه الى اطراف موجوده بالعمليه السياسيه. السؤال هنا، هل برايك هذا الموضوع اللي صار من صلاه الجمعه الموحده اللي دعا لها مقتدى الصدر والتسريبات اللي بدها تطلع في هذا التوقيت، انه ممكن يشهد العراق في المرحله القادمه صراع ما بين المالكي والصدر على ارض الواقع مسلح؟ اي هو استاذ شاقدك لو 300,000 هم لو صدق يحكون الصلاه هي شنو؟ تنهى عن الفحشاء تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، صح ولا لا؟ صحيح. ولا هم ذول المصلين حصلوا طالبين بالخطوه كانوا يسوون انقلاب. احنا انقلابات العراق كلها استاذ كم ضابط وكم سريع او فوج ويا قاموا سووا انقلاب وقلبوا الحكم وحكموا 20 30 سنه. ما معقوله انا على حسابك يا بس 300,000 ليش على 300,000 قليله؟ اذا طبوا المكان استاذ قليله. سيد ابو عبد الله ليش دائما وهذا الموضوع مو جديد وياما العراقيين يعني شافوا هذه الانسحابات، مقتدى الصدر يطب بمجموعة يدعوهم أتباع يجون يحضرون بمكان يهدد يتوعد يدز رسائل يسحبهم كل من للبيت وأشكركم على الحضور. اللي يريد يغير حال بلد واللي يريد يصلح الوضع يكتفي بهاي الاستعراضات؟ ليش ما يتخذون إجراءات فعلية وحقيقية إذا كانوا صادقين؟ لا أعطيك إثبات ثاني. انت يا مقتدى الصدر انت عندك 75
مقعد بالبرلمان. طيب شنو انسحب؟ وزين الكرد، الكرد والسنة ليش يطلبون للمجلس ويصوتون على هم الساب؟ هم كلهم شمالك جنوبك غربك شرقك كلهم عملاء. استاذ احنا ما عندنا قائد يحب الشعب يحب لا. العراق لا. ليش تطلبون على متكملون النصاب وتصوتون علينا؟ زين هم ما نفسهم جماعة الطارجة ومكان جماعة الصدر، يعني تبتلهم. شنو اللي راح يتغير بالحكم لو مقتدى حتى مسك؟ كل شيء ما يتغير استاذ، بس المهم هو يريد حصه والشعب لا يتحرك، يريد حصه. شكرا سيده ابو عبد الله من اربيل، اشكر حضرتك واعتذر منك، الوقت انتهى. المالكي يقول على الصدر انه في التسجيل اللي عرضناه قبل شويه انه هو يريد دم لكنه جبان، ويريد فلوس وهو باقي البلد وفرهده مثل ما قال، ويريد سلطه. هكذا يرى المالكي مقتدى الصدر، يراه جبان يسعى الى السلطه وسرق العراق، وفي المقابل الصدر اكيد ينظر إلى المالكي بنفس النظرة وربما أسوأ. المحصلة من هاي أنه شنو المستفيد الشعب العراقي منكم يا مدعي الوطنية والإصلاح؟ ما الذي قدمتموه للشعب العراقي؟ ما الذي حققته هذه الوعود التي أطلقتموها؟ يريد يعيدها دولة ويريد يجهز بنفس الوقت ميليشيات ولا يعترف بالأجهزة الرسمية الحكومية ويريد يحرق العراق، والثاني يستعرض بميليشياته وبأتباعه ويهدد ويتوعد، ومنك باقي الأحزاب وباقي الميليشيات. والمحصلة أن الشعب العراقي هو ضحية هؤلاء، هو اللي مطحون في الوسط. عندنا رسالة أخيرة نقرأها قبل أن نختم الحلقة من أحد المشاركين، يقول السلام عليكم، تهديد نور المالكي بالقتال أنه لديه قوة خاصة من الحرس الثوري الإيراني واحتمال عناصر من الجيش الإيراني مع أسلحته ليقاتلوا، ومن معهم من ذيولهم وعصابات تقاتل في الشوارع لقلب نظام الحكم في العراق واحتلاله. ليش العراق ما محتل؟ عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول أقول لنور المالكي أنت جبان. طيب بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء.